بعد مرور أكثر من 3 أسابيع على خلو المناطق الفلسطينية من فيروس كورونا، إلا أن الوباء عاد من جديد وبنشاط لافت في مختلف المناطق والمحافظات، ومن بينها محافظة بيت لحم، وذلك نتيجة عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، مما أجبر السلطات المحلية إلى فرض حظر من جديد وإغلاقات محكمة لبعض الأحياء والمناطق. المزيد في تقرير مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. الكورونا تعود من جديد إلى بيت لحم والأراضي الفلسطينية، فها هي المحافظة بدأت بتسجيل حالات الإصابة بالكورونا بالعشرات، وهذا التدهور كما صرح مدير عام مديرية صحة بيت لحم الدكتور شادي اللحام لفضائية نورسات، بأن هذا التدهور جاء نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات الصحية، مشدداً على أن احتواء هذه الأزمة بيد المواطن. الموجة الثانية بدأت عندنا تقريباً من تاريخ 10/6، مرتبطة في قدوم حالة من العمال داخل الخط الأخضر، هي في منطقة دار صلاح قرية من قرى محافظة بيت لحم. بعديها بدأت الأوضاع تدهور في منطقة النقب. نتيجة تدهور الأوضاع في منطقة النقب انعكست على محافظة الخليل، بالتالي اللي بدوره انعكس على محافظة بيت لحم وأدى لظهور الإصابات. حاليا لليوم الحالي احنا في عندنا ما يقارب 91 حالة في مدينة بيت لحم، الحمد لله جميعها حالات مستقرة، فيش فيها حالات خطرة. ادخل للإنعاش حالتين كانت حالات متوسطة الخطورة، وإن شاء الله بتجاوزوها بالقريب العاجل. الحالة الوبائية حاليا في محافظة بيت لحم ان في عندنا 13 بؤرة منتشرة في كافة ارياف ومناطق المحافظة. الامور معقدة نوعا ما في هاي الموجة الثانية من الفيروس، اصعب من الموجة الاولى كونها حدة الانتشار اكثر واوسع في المحافظة. طواقم الطب الوقائي قامت باخذ اكثر من 3000 عينة خلال الاسبوع الاخير، فتحنا 3 مراكز فرز في المحافظة، بالإضافة لأربع فرق متنقلة للطب الوقائي بتشتغل في كافة أنحاء المحافظة. قسم الطب الوقائي حدد المخالطين ومخالطين المخالطين، فرضنا الحجر الصحي لغاية اليوم على ما يقارب 1500 مواطن. ممكن نوسع دائرة الحجر الصحي بناء على نتائج العينات اللي بنأخذها يوميا والسحوبات. كما وأكد الدكتور نبيل زواهرة رئيس الطب الوقائي في صحة بيت لحم، بعد السيطرة على الجائحة كلياً أصبحت الآن جائحة كورونا منتشرة بسبب الاختلاط والأعراس والتجمهر وعدم التقيد ببروتوكولات وزارة الصحة، الأمر الذي جعل فلسطين في مقدمة الدول في تسجيل الإصابات. بالنسبة لانتشار مرض الكورونا في فلسطين، وحدث عندنا بؤرتان وبعدها كمان بؤرة، ثالث بؤر لهذا الفيروس، وتم السيطرة على الفيروس بشكل تام، وأعلننا إخلاء مدينة بيت لحم من فيروس كورونا، ولكن بتاريخ 28/5 تحديدا عندما أعلن الاحتلال الإسرائيلي بأنه لن يسمح للعمال الفلسطينيين بالنوم والإقامة في الداخل الفلسطيني، وقتها فكرنا كنا متأكدين أن الفيروس راح ينتشر وراح يرجع في فلسطين، لأن العمال لما يذهبوا كل يوم ويرجعوا صعب فحصهم. يعني قبل 28/5 كانوا يناموا أسبوعين شهر 3 أسابيع، كنا نسلمهم أول ما يدخلوا نعمل لهم فحص، نعمل لهم حجر صحي نسيطر عليهم. فبعد 28/5 احنا أصبحنا غير مسيطرين على العمال وغير مسيطرين على المعابر كفلسطينيين، فكنا متأكدين إنه الفيروس رح ينتشر، وحكينا بالإعلام وحكينا للناس إنهم يعني لازم يلتزموا بطرق الوقاية، لأنه بعد 20/6 بعد 3 أسابيع رح الفيروس ينتشر وبكثرة. وبالفعل وللأسف هذا اللي حدث، بدأ الانتشار في البداية في مدينة الخليل انتشار واسع، وبعد الخليل بلش الانتشار في مدينة بيت لحم. كان في عندنا يعني عدة حالات في عدة أماكن بؤر، وكان مصدر كل الحالات هو العمال. فها هي محافظة بيت لحم قد أغلقت بالكامل يومي 2 و 3 الماضيين، حيث تم إغلاق جميع المؤسسات الرسمية والخاصة،
كما ومنعت جميع الأنشطة والفعاليات باستثناء القطاع الصحي والصيدليات والمخابز، ذلك لتتبع خارطة المخالطين الواسعة على مستوى المحافظة. وفي زيارتنا لموقع الفحوصات وأخذ العينات تم الحديث عن كيفية وآلية أخذ العينات لإتمام الفحوصات من المخالطين. احنا هنا عمالنا بنعمل في عينات فحص كورونا، اللي هي فحص بنعملها من الأنف، شايفك بناخد من عينات، وهذولك معظمهم مخالطين كانوا مصابين. فهذا احنا الإجراء بنعمله، بيطلع عندنا مصاب بنعمل لهم، بنجيبهم بنعملهم مسحات وبنعمل لهم عشان نشوف مدى قديش احنا في عندنا إصابات. هذول معظمهم كل الموجودين هان مخالطين لناس مصابين. كما وحذر مدير عام الرعاية الصحية والناطق باسم الوزارة الدكتور كمال الشخرة بأن فلسطين مقبلة على وضع حرج بسبب مواصلة المواطنين الاستهتار وعدم الالتزام والتقيد بالإجراءات الوقائية الصحية، وأن فلسطين تتقدم بفارق كبير عن باقي الدول من حيث نسبة ارتفاع عدد الإصابات الكلي. للنورسات مارلن الحدوة من دائرة الصحة في محافظة بيت لحم.